اتهم رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكس تركيا باستغلال أزمة المهاجرين لخدمة مصالحها الجيوسياسية. وفي كلماتها أمام البرلمان أكد ميتسوتاكس أن تركيا لديها القدرة في أن تسيطر على تدفق المهاجرين إلى بلاده، مما يعطي انطباعا بأنها تستغل الأزمة لخدمة أغراضها الجيوسياسية. يذكر أن أكثر من 78 ألف لاجئ نزحوا إلى أوروبا خلال العام الجاري، حيث يعيش أكثر من نصفهم في اليونان.